السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ما تلعبون مع بنات لا اطلاق؟ والله ما نلعب مع بنات، عندنا اوكي زهايمر. يا هلا يا فهمت. هلا والله، عندنا زهايمر. الحمد لله نشكر. شاف هو ذا رضا انت فاتح بث، ادخل ادخل بث اشوف. ينفذ حكم. وريني وجهه اشوف. كيف وجهه زين ينفذ حكم؟ ايوه ذا طلع ابو وتره. ما اعرفه. إذا طلع القمر أمرني بشري، يا ليت سمع قريبه من سراح يضوي على طلع القمر. قال يا بهاج الحرام عاد غير مغني بهذه ذمتي ذمة. يا ليت القمر، يا ليتك شاف، قال لي تكفي بكفه. عطونا محمد، ارسل ارسل ارسل، ضبط لنا والعود يا محمد يا اخو. ايه باجيب لك اثنين ثم روح مع واحد. اللي عند بهاج وعندي ساكم بالله، لا حد يسجلني يوم غنيت. ساكم بالله وعرضكم وجه الله، ما قوم عليه قضيه. اللي بيسجلنا امنعونا. الا راعي، الا راعي البث، قوم على راعي البث قضيه. هذيك هم راعي ايش اللي بدك يشتغل يوم غنيت يا صالح يا اخوي؟ بلي حق، قال لي تكفي بكفه. مدري ايش يقول لبالي حال. كيف استانس ام رضي لا تتابع، كفي وكيف استانس. تدخل مع النسوين ذا الحين وشرق وغرب، ولا جيت لك والله ما عندي في واحد ولا دريت اسوق. نعرف نعرف الحركات دي. ام رضي ما فيزا، هي في قلبي فيزا بختم، وانا في قلبها فيزا، وما سرح يضوي يا بهاج. يا رجل كلام فاضي بس. لا طلع القمر يا بهاج، لمرني بسري. يا محمد يا قربه وسلام. يقولون اما حبه زي ابو مرضي ولا امسو. اشهد الحال. خلني انسي قدام اشل الطرف ذما ذما اضرب من راس الشقه. مرحبا يا زيد. السلام عليكم. سلام سلام، كيف الحال؟ مساكم طيبين. هلا بالغالي. يا مرحبا بك، اهلين. شلونك؟ سموركم، عساكم طيبين. أسلم حالك، كيف دنياكم؟ شلونك الله يعافيك؟ كلش تمام، كلش تمام يا حبيبي. الولد، الولد من حاي الله يطول بعمرك. 70 نعم. يا هلا يا هلا بك، مالك زود. زين يا هلا يا هلا يا هلا بك، هلا يا هلا بك، هلا يا هلا. زيد اسلم. و70 نعم. مالك زود يا بعد راس. كمري يا بعد حيي. ايه وصلت خير. ونعم تعرف صاحي. ضاحي حم اخو سلمى. لا والله يا بهاج للاسف ما اعرف. يا ليت ادورنا ادورنا واحد يا اخو. يلا انا طول حلقه مرشبح لنا. من سنجاره ولا من عبده ولا من سنجاره يا حبيبي؟ في عليا ها من سنجاره. اي من سنجاره يا حبيبي. يقول حبيب ابراهيم. ونعم مالك زود يا بعد راس. مين مرحبي؟ مين مزجتينا؟ عطنا خوي، عطنا خوي. يلا اللي في واحد مرسل واحد عشان كذا ما قلت. لا والله اللي ملا اشوف ادري هي. ايه اقلعهم مع علوش يا بهاج، اقلع. ليه وش عنده؟ بعلمك بعلمك بعدين. ايش علمه؟ شبه انا ما داني اللي يسب لمات ينفقع راسي منه. بهاج يا اخو قد دخلت معاه؟ لا ترى مع رجال جيد بعلمك بعدين. منصور كيف وضعك معه؟ ما قبل ما قبل. شوف لنا واحدة سينمية ترى. أصبر عندي الرابع دقيقة يا إخوان. الرابع عندي يزيد، خوي يزيد بيجيبه. تراه كان عندي. مستشفى يا يزيد يا حبيبي. قواك الله يا حبيبي، قواك الله. ارحب شادي. السلام عليكم. مرحبا ابو نظر الحق هداج. مرحبا ملايين بهاج. يا هلا مرحبا ملايين. منطلقه ما عاد تلزم لسان كاكاكو. ارحب ارحب شادي. يا ابو كويس شايفك، زعلني فداك، زعلني فداك. تعال ابوك هذه قاعدة قهوة والله. يا ابي العافية. شادي عليهم. لا ابني منطلق. يلا خلاص يا بهاج يا اخوان، كبسوا كلكم تكبيس، كلكم تكبيس يا كبسه، كلكم تكبيس يا اخوان. من الباحه الاخو ولا من وين الولد؟ من الباحه. من الباحه؟ ايه
غريبة يا ولد الساعة 3 وبالباحة وتبث ما في الا نبال ما في الا صاحي يا بايات اهل الهوى شادي تبسو ها كم صلخ قول ابو مرضي شده الله لبي له كل ولد اللطيف ذا عندي يزيد حكمه عندي اي انا عندي شادي شادي ابد 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 جولة ولا جولتين عساكم على القوة عساكم على القوة وراكم تشكلون الحين ما أدري عنهم ما ضامنين الفوز جولة ولا جولتين جولتين يا ربعي يلا 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 تبسو تبسو هذا تكبيس تكبيس يسر علي خليت انت الجولة رب الكاملة تكبيس أصلي بكتري ما تخوف لا عاد انت اللي تخوف يوما تعال تبسو عيال يا اخوان تكفون جولة تروح نبيه عندي لك اهداء يصب قلبك بس دقيقة يلا شك جايك ما بعد سمع انت يا اخوان شدوا تكفون تعال فك الدبل ما ندري من يخش في الجولة فك الدبل قفل الدبل يا اخوان هل كان هانجر تيشن ان الله لا يوفقك هانجر ستيشن ما هانجر تعال ابداعك ابو مرضي يا عيال لا يروح هالربع يا عيال يا عيال لا يروح 120 تكفون يا عيال الدبل يا عيال صح صحو هلاطك والله مرحبا ملايين وقاتلوا يا عيال سوء يا عيال مع بعض يا شدوا صح صحوا شيروا شيروا أبو مرضي ليش اسمها؟ روح أضمه أشوف روحي من البعد ملهوفة أضمه فهد هيد انتيفات مبارك الدوسري أضمه اسمها أضمه 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 أرح يا غيري روح جليزي اللون الله ما هاجلك وانا اعلمك بلا شيء داخل اسبوعين وانت على جنب اكرم بالله يذمك والله نضحك لين تموت من وبقطبها انا تجري حتى المح لا حتى المح ما المستجري رجال يبقى كل شيء ندري ما خاف خلي لين نتواصل خلي لين نتواصل محمد فيها ولا محمد يا ابو مرضي بالضحك انتم محمد بس ومن لا لا لا
لا والله المقصد فيك والله تموت عايض يا يوم قلت له العايض بغى يموت مطالب النايف وين نايف بغى يوقف قلبه مرحبا مساء توكلنا على الله عيال غير ربع ايش توكلنا تعال جولتين يا حبيبي السلام عليكم جولتين قلنا والله جولتين بالبدايه ندي ظهر الله ينقلك ليه لا منك قلنا جولتين اعطنا اعطنا فرصه يا اخي الداعمين يدخلون يجون اسال ابو مرضي بهاج اسال ابو مرضي حتى اذا انت يعني بخصوص الجوله ولا جولتين لا قال جولتين يا ابو محمد بعض الأمة أحداث هذا تبي تحكمني من جولة تام على ضرخ شمي بهاج يا ربي خليك لي يا شادي الأول أنا أبي الولد ذا تعال جولتي أنا قل دامك تبيه صعب يزيد يزيد جولتي أقبله بهاج أجد عليك الجولة عيال تكبيس عيال سيد عليك خير الله عبش حاجة عبش هنا انت يا أوما إخلاف إيوة يا عم إيوة خيرو كبسو يا شير تكبيس يا اخوان شير وكلكم تكفون شير تكبيس يا عم انا حاضر عطنا شيء حماسي يرفع صوتي زي كله وكل شيء رخص مدك عطنا شايش وطايش حط شايش وطايش ورفع الصوت مو بعندي شايش وطايش اي والله اوه رفي 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 روح فيها وش العلم الله يلعنكم اسمني بيريد عليك والله والله العظيم تموت انت اسمع من اللي معك انت ومحمد اسبوعين او اسبوع اسبوعين ولا وحم سوينا والله العظيم تموت تموت يا بها الشخص البريء مشخص حط انا اللي مشخص وين انت ولا انا انت 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 المقصد فيه كان لعنة الله عليكم والله العظيم تموت ويذمتي مهم منكم قدلي من ذا الضحك بسنين يا بهاج علي الحرام دقوا يا مرضي الله يلعنك وش العلم اسمع طروح شوي يا عمد لا دا 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 والله انا من راسك الله يلعن ذا الوجه انا علي الحرام انا منك الكلب وش العلم انا سويت حاجة انا بلا لمحت سويت دا طيب ها وين؟ يا ولد لا لما احنا رحنا في خرايط لا لما احنا دار العرب كلهم رحنا فيها انا وياك بنروح فيها كلها هلا بتكلم انا اكله ما خلصنا اصبر سلام دق على خلعه والله بدق عليك خالك عايض وفي وحده ثانيه مو بداري ما خالك عايض جون سلام معك ما نكلمه لين خلص من لين يطلع من البيت ما نحاكي يقوم البيت لا تحاول لا انت ولا هو الله يلعنك يا ابو مرضي والله يا رجال عيننا ليلين عند احمد ويا حسين ايه اقسم بالله انها من احلى الليالي يا بهاج الو وينك طيب وش علمك انت ابو مرضي وش السالفه اللي علمك بها عشان الرجال عشان الرجال عشان الرجال ولا عش الرجال لا لا عشان الرجال عشان الرجال اسمه قول اللي سماها ابو مرضي اللي سماها ابو مرضي ايش فيك تضحك علمني رايح ضحك ما تعلم والله تعلمني ها قد علمته قلت بالله يا عبد الكريم وايش ماذا أكثر؟ دق علي وتعلمني عقبها؟ مرحبا يا قلب سايط أنا بعلمك أنا أقول لك بعلمك ملعون يقول ما أعلمك أبو مرضي اللي يعلمك أنا من الله ما أقول شيء ما تصلح إلا مني الله يعني كذا يا بهاج كذا بفلوس
طقطقون علي الملاعي نانت الله. والله لا والله مو بنت. ايه وحده فيك نطقطق عليك انت، في وحده لشخص ثاني. لا والله. ايوه اجود ابغاك من البارح، ابغاك من البارح كنت الله يهديكم يا الحراميه. كلكم يا الثلاثه والله ما انتم طيبين. اوه والله قلبك على الضحك على الحرام. جعل الله دوم يا ابو مرضي. شوف احكامكم على الربع وش هني. بيض الله وجهكم جميعا. في احد عندك اسمه جساس؟ مش تعال لا يكون يغلط عليك. ما لا 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 ما اسمه حلو والله. اسلم يا اسلم ابو مرضي وابو اسلم بهاد. الله يسترك مسعود فاتح يا بهاد نبغى نخطفه. بتسامحوني؟ لا انت عند ابو مرضي. ابو مرضي سامحني كاني سمعت يقول خلاص. اصانه يا شادي. ابد اضافتك يا حبيب قلبي وتم. يا يزيد على اللي بيحكمني ابو مرضي تحكمني. بيض الله وجهك ابو مرضي. السلام عليكم. الحكم الاول بس من شاي. تحط معجون كامل على وجهك. لا لا ما حق كثير. الحكم الثاني يا طويل العمر والبقه والسلامه. تسوي ضغط كم؟ 50. حلو. الحكم الثاني. الحكم الثالث بصل. تاكل 3 حبات بصل. البصل غالي ذا الحين. هو يلقي يلقي. خلنا نسوي لكم شاب 50. ارحب يا تميم ارحب. 50. والله ما راح كم بالتالي قطر ما شاء الله عليها. سام ابو مرضي؟ لا لا حاكي شيء بهاد. هذه يطير كيك. العيب عيب عندك. العيب موجود. خلاص خلاص. هم اعطينا النوت. ارحل ابو ابو قيثاز. زيد. ابو قيثاز نبغى خلاص ما بقيت الا 20 ايش دعوه؟ لا عليك امر الله. صبعين 50 بطل. والله بطل. رياضي انت تلعب كوره؟ لا بنادي لا طول عمرك. ما تلعب كوره؟ نلعب كوره بس عاد قطعناها. ها توصلون تمرون الربع؟ جربنا والله بهاي. العضل تلعب عضلات؟ ايه ورنا الباي والتراي. لا ما يطلع الباي والتراي الحين تو يبي له وقت بعد. كم يبي لك يعني؟ يعني يبي حدود انت كم انت كم انت كم لك في النادي تقريبا 5 شهور. 5 شهور ولا طلعت التراي والباي انت ما تدخل حديد على طول بهاند التراي باي. خلنا شوف انا عندي شويه تراي. لا شايفه شايفه مرضي ما شاء الله عليك. الله يعافيك. انا عندي تريد. وين يا اخوي التراي والباي يطلع يا اخوي؟ كيف ما يطلع؟ ولد صغير انت كم عمرك؟ عمر 25 لا تقول. طيب طيب وش ما انت كبير يا اخي. اي انا اشهد اني ماني بكبير لكن ما ما تبدا على طول التراي والباي. تبدا جسمك خليك تبني عادي يعني ما انت بسمين ولا انت. اي ما يطلع بشهرين 3 شهور. لا ترى الله يعافيك. يعني ممكن انا مدرب يعني توجيهه غلط. لا لا صدق والله صدق بهاي. الله يكفينا شغل. يطلع اذا ما عندك يعني مشكله ما عندك اصابه ما زياده وزن او تخفيف وزن يطلع. لا وين دور الوزن انا بهاي؟ دور الوزن انا. تخبره انا في النوادي ترى يا اخو. لا ما شاء الله عليك واضح عليك انك خبره والله بهاي بس عاد يعني في ظهر في بطن في مو كله تراي وباي تراي وباي تراي وباي ماين. لا انا يعني تحدي. بهاج تراي في خشمه. لا لا هذا يقصد ان انت يمي ومرضي. بس ابو عيال والله ومرضي ايش له بهاج؟ ما اقول شيء والله. رد عليه رد عليه يزيد رد عليه. لا ما اقول والله مقام ابوي والله بهاج ما اقول والله. رد عليه ما عليكم.
لا لا والله مقام ابوي ايش دعوه ارد عليه انا ميد بهاج من ميدك والله يا زيد انا ادري والله عاد انك ميد بهاج ولا ميدي انا ما اقول لو انك ميدي ابو مرضى ما اقول بهاج ولا قلت ما قلت فيه ما 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 ماشي خاطره ان شاء الله تبارك الله وكله والله ما يجير بخاطر وصدورنا وسيعه والله يا ابو مرضى لا والله كله ضحك والله سيدي ابغى اعرف السالفه ولو كان قد عرف السالفه كان قد لقى الكومنت الظاهره وغثلها شوي ترى اسمع يا يزيد يا حبيبي اسلم يا حبيبي والله يا اخي انت ولد كويس بعد راسي مالك زود يا حبيبي والله الله يوفقك وان شاء الله وان شاء الله تسير علينا في بيشه ولا تجينا في نجران والله اني اتشرف والله اللي مرحبا والله اني اتشرف وجهي السمع والله اللي مرحبا نجعل ابوك في الجنه يا هلا فيكم والله تشرفنا فيكم ان شاء الله بين اللقاء شوفكم على خير يا مرحبا انا العب معك كل ليله يا زين اصدقاء قد خابرني ما يحتاج ابو مرضي ما يحتاج يا ربي يستر عليك شاء يا هلا موفقين يا هلا اخ بهاج وش اللي خشم يا اخوي قاعد تطقطق علي قدام الناس احب خشمك يا اخي يا ربي طول عمرك انت تحب خشمك خشمك واحب خديداتك واحب لا تلو ريت انا مو لو تسوي ما تسوي ما تمشي ما انت مو طايعك ما ابو مرضي انت دارك تحبني ايش اللي تطلع معه بهاج الهي هذه كليه يا ابو مرضي اللي سويتها والله لا اللي لك مني يا ابو محمد يا لك اني ما خليك ترقد ان كل ما انسد حد انت تموت ان الله قال والله انك وافي يا ابو مرضي ارسل محمد يا اخوي سنعنا سنعنا يا مسعود فاتح يا ابو مسعود عيال ليش التكبيس يعني كم لنا باتين يا اخي كيف ادري لنا فترة باتين وكلنا ساعة كم التكبيس عندك؟ 200,000 ليش؟ والله المفروض نقدم أكثر معلق معقول أنا معلق لا ما خلصت من الحديث بهدافك ركزوا على أهدافكم ركزوا على التكبيس بيجلدوني الحين بيجلدوني ثقيل لا مو مساء ثقيل ليش ثقيل؟ ثقيل والله عاد نلعبون ذراك ما صعوب كمان شوف ابا اسالك سؤال يا اخي بهاج لبه ايش مشكلتك مع منذر اليوم الصبح منذر اي والله يا اخي ابي جدول عليه طلع اليوم جدول فرد عليه بكلمه افتحها شوف يا بهاج بقول لك كلمه يا لبه والله انا قد ودي اقولها لك وانصحك بها أول شيء أنت يا أبو محمد رجال عندك أسلوب كويس ورجال مقبول عند الله وعند خلقه وكلنا يحبك كلكم متابعين ولك جماهير ولك قاعدة ما هي بطالة سمعت والله لو تنتبه شوي بعض الأهداف وبعض الأمور عندك أقسم بالله أنت شيخ على أمور ما تطري على بالك عليك الله وما أنا إن ودي أنا أنك تصلها لأن أنا إلا ما رأيتك فيها انبسط فيها خير وأناسة وفي نفس الوقت يا أخي أنت مطلوب مرغوب فيك مرغوب فيك في كل مكان كبل برنامج ذاك الأكس والله العظيم إنه يجي الوقت أمها أنا ما زاد دانيت والله العظيم ركز والله افتح البثوث كل يوم وتوى الناس وضبط أمورك وبتشوف تقول قالها ذاك الشاي جعلني ما خلا منك أبو مرضي أنا بقولك شيء أنت في غنى عنه لكن هذا والله يا أبو مرضي يشهد علي الله شهادة حق انك من ندر الرجال اللي عرفتهم انا في حياتي الله يطول عمرك والله يا ابو مرضي اقول لك شيء وانا اخوك انا ترى تعلم من عرفتك يا ابو مرضي ترى انا تعلمت منك اشياء والله انك ما تدري عنها والله يا ابو مرضي اقسم بالله اني صادق انا ملاقى شيء شفته ما نبقى لك اني اكذب انا اشوفه لك جماهير لك محبين لك قبول لك اسلوب اللي يبغى انت تحرفه على اسلوب نصيحه اسلوب توعي اسلوب كذا طاعك تضبطه وعندك اسلوب وعندك كل شيء بس انك تحب شطحات انسان هاوي شطحات لا مو عليك كل شيء مجال لان لك قاعده جماهيريه والله العظيم يا بهاج عندك قاعده جماهيريه محبين من قلب ما هم متصنعين ولا خذها مني كلمه هو بدبر انا يوم بكره بخلي البرنامج لك انت ويا محمد باخذ الثانيه وبروح انا اسمع والله يا بهاج قد ودي اقول لك ذا كلمه يشهد الله لان فيه ناس يجون يقول وانا قدني اشوف هالشيء ذا قص احنا فيه غيره قدني اشوف وانت اللي ودك يا طويل العمر رجال وتشوفه في راسك
بتسويه والله ما انت بسوي الا شيء مقتنع به. جاني والله ما ابكي ابو مرضي. ابشر ابشر على خشم يا ابو مرضي والله على الخشم. هل يسحنك حرام؟ احمد يا اخوي شوف لنا ناس ولا شوف لنا ربع نبي احكام نبي ناس يعني لطيفه جميله. طبعا عاد عنده مستوى. ايه جيب لنا ناس عندها مستوى لا تجيب لي واحده وجهه قوه وجه مضيره. مضيرة مقلبة شربها على انفها تخاطر. ايه والله انا كان مسعود يا الله يسترك. تعلم الله اني انا واحمد رحيم احنا ضحكنا ضحك يا حليل ابو رحيم يا حليل الرجال حليل حلوه يا حلوه يا بهاج بالصوي والله في الثوب رجال اشد يا ابو مرضي ارحب محمد سلمه انا ابو علي ابو مرضي ارحب هلا والله مرحبا كومنت جرمها جرمها كومنت لحظه بعدكم طبعا مرحبا علي الله يحييك يا شباب يا هلا يا مرحبا يا ابو محمد يلا حيه الله يبجيك ويجعل ابوك الجنه يجعلك والله تعرس بس كل امين يا اخوك لا تدعي يا اخوك اوف بطنا نمس برا البيت ذلي لا يا عمي اب ابي ما شعر ابو حيك بنات الشيوخ الوديد تطرب تطرب لك يا مريض انت صحي انت جعل ابوك الجنه بس اني متزوج يا اخوك والحكومه عندنا قويه اماره أنا بسألك بسك صدق صدق أنا من الناس اللي يتابعونك بعد إذنك بمرضي بعد إذنك عندك سلام أنا أحب ذا جعلهم ملعب أنا صبر صبر أتروح في قطر ما كنت تلبس نظارة وكان هيلقي بدوي عنياتك جيت من قطر تكيت ونظارة وتحلق وتكسس والله وأنا أخوك بعناك دخل بس غلط هو يم لها هنا بغيت أقول شيء بس يعني دليت أم العيات ما بينهم والله ما بينهم شيء انا ما انا مروس يا علي قبرتني الفتره الحاليه صاير طال عمرك مقيد ولا عاد ماني مثل من اول عرفت من اول ان العب يا بحري ذا الحين قد الامور الشيبان تدري ان الحين يحبونك يا ربي عندنا مجلس انت وقع قوري كل شوي والله والله الا قاعده عندنا يا جراح من الله اللي مطلع عندها جاني فداك يا ابو مرضي غير انها طويل عمر جاني ولد يلا راجعك تعلس باربع بهاج كل امين اوه بغى يدرك ما عليك واحده واحده خلاص واحده هذا الحين معلس يا علي والامور مصلحه يا جاي جاي لك اللي ما بقايل عارفينك وعارفين علومك ذا الباطن دواج اللجاج ما تخلي مكان علي انا زي مني معلس انت ايش جاك بالمسار لا صادق هذيك طيب تلعبون احكام لا لا ابشر 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 بالخوي جيب لك خوي ابشر ابشر بس بالمسار معكم داعمي موج ما رديت للمتابعه الله يشفيني يا رب الله يشفيني موج لا تدعم اقسم لك بالله انك ما تدري انا في دوجك قلبي يلا ايه شباب انا ما بلاعب خلاص بعلم الله ما بلاعب والله عندي داعم ها هنا ما بيه داعم خلاص تم تم أيوة ان شاء الله انك تواجه يا حبيبي رد اضافه بس لا اكثر قد... على خشم انت قلبك اسود يا ابو بهاج ابشر هني ابو محمد مرضي ضفتك الله يجعلك تعلم هلا مرحبا ترى ضفتكم رد اضافه يا مرحبا استاذنكم يا مرحبا أدراكم الله يا هلا وسهلا تعال 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 والله أنا يقول ليه ألعب بحكم بهاج أقسم بالله ما ألعب ها زرمها يا مرحبا ملي أدراكم الله محمد علي الحرام لما تتعدل وضعك يا محمد لا يجيك في الشقة ما أسقطك دور في مناشد أشد بهاج بهاج فيه إشاعة وفيه ناس أقلقوا راسي وفيه عالم يا لبه قالوا احمد واحمد وبهاج متساهلين متساهلين قلت نعم بكم والله ما بينهم الا المقابله يعقوب بيض الله وجهك يعقوب اللي قلت اسمه لاني انا ما ابي اقول اسمه لكن ما به شيء اخوان واحسن من الاخوان يعقوب مو هو فعلي ليه ما يتباهى عن شرايين يعقوب ها اخوي والله ابو مرضي وبني عمي اللي في الديره هما شيباني في قلايع وادري مو هو بخوي ولا بخوه يعقوب ولا بيني ولا هو ابن الدلي انا اخوك زي الو هارت ما بينهم شيء يعقوب اي اخوك ابو مرضي والعيال
نعم. وانت مع الرجال اللي قبل تعاقب انت وياه سوا. يلا الرجال خلاص ما دام محمد مع بدر بن النمور يلعن ابيك يا رجال. انا مشابح لك خلينا نجي فيك اخوف انا مشابح لك عيال بالهرجة. ها عدل عدل قستك نفداك عشان ما اشبح فيك زين. انا يا ولد ما حد يقبلنا. اطلب انت من عندك تقبلون كنت يا اخوي. انتم ما تلعبون مع بنات وش اسوي بكم؟ حلو لو قلت له بالله. طيب كذا معاني انا اجيب لك واحده يا اخوي اربيك. خل 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 اجيب. لا 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 لا, لا, لا بالله تشغلنا على شيخ. لو كان جايز والله جبت صنعة قريبه. خلنا نجيب بنيك حيله تجيلك تمد من زود يا ابو سالم. يا هلا ويا مرحبا. هلا ومرحبا. يا هلا وسهلا. يا هلا ومرحبا. يا هلا بروك. يا هلا فيكم والله. انتم اثنين وانا واحد اوكي؟ لا ما في احد ترى. لا والله يا ركن ما حصل. كل واحد حاله. ها اه ايش فيك سلامات؟ لا لا تسولف وانت تاكل مع الرجال. كل واحد حاله. ما في يعني ما في الا ان كان ابو مرضي هو اللي يحق لنا ان نستحي منه. ولا غيره. ظاهرة صوتية هياط وقت الفعل. يلا يلا توكل توكل الله. ما انت روح تعال. ظاهرة صوتية. خليه يذلف. ما يبغى يشغل. أنا والله أشكر العجوز اللي جات الفعل. لبي والله كبدك. أنا والله أشكرك. أشدك عطيت فيها. يا مكلف. عادي يا ابو محمد حي والله حسك قدني والله ما اشتبي قدني ما قدني ابغى لك يوم جاي انت على اللي ابي شغلني. عودي ومعرض جدي وخالي. افتخر يا ابو مرضي. ابو مرضي افتخر. افتخر في قبايلك وفي ديرتك. والله العظيم افخر بديرتك وقبايلك. تخيل هذا بدون اخوك زي اني بهاج لكم من السعوديه بيشه الباطن 606 70 نعم 70 نعم. من قدني والله ابغى ابغى اجلع في ظهره. اسمع انت والله العظيم يعني بقى علي بقى طق انا في اودر اني بدي اوربه. يا مسرفين جلدوا الذبان اللي خنزت بالقاع. ايش اسمها بهاج؟ ميت ميت قهر اخ بهاج. لبيه باك فجور وحده لين يخلصون المشروع. وين مسرفين؟ وين مشاعل؟ وين ريما؟ وين تعدلت مزعل؟ هلاك ويليام شكسبير ايش بلاك مانت؟ لا شوف الدبان دبان دبان قبل ايش من برسل عظيم عجب. الله يا بهاج انك حطا بعد بعد كرب برد كبدي مثل ذاك ما في ذمتي دم. بعدين دارا ان المعنيات فيه. ليش ماكو كرامة يعني؟ ليش طالبني مرة ثانية؟ العب يا ركن الاحذية. العب العب العب. قم 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 يلا قم 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 يا لحياتها قومي يلا قم قومي بالنعلة. الجحيم اذهب يا قمام. بيض الله وجهك يا ابو محمد. هاي هاي مشرفين حباني لا احد يكتم. اي لا احد يكتم يا شباب. خلي لا احد يكتم احد ارجوكم يا اخوان. البقاء يا اخوان شوفوا كومنت كومنت نحذر البقاء للاقوى. اي نبي 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 بوكس نبي نبي ذنوب في الكومنتات سب ولا اسكت يعني كتم ما نبي كتم. طعمه لذيذ جدا. انا اشهد ان طعمه لذيذ جدا.
ايش هذا يا ابو محمد؟ والله ايش رايك يا هاوي حنانك؟ شغل مرتب. جاء خيرك مطر. اه اجاك تمد من زود يا ابو سلطان. يا عيال كومنت بالله يا عيال بالله يا عيال. نظام يعني. بعد هذا جوك إيليا. لا سوزي قال الله هذا الوجه الفارس شوكي. من فارسي هذا مشرفين خال تدري من هذا أحسن واحد سوزي. أطلب العلن يجي. هيك ثم هيك هذا هيك جايك يا ابو محمد لا تروح انت 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 السنخل. الحب من ريعه سوزي طلع الله حب الوفا حب بيدا الحب مره والقلب لا حب مره والعشق مره من يخلص القلب سره والعشق مره من يخلص القلب سره والود معلوم في قلبي مرسوم والود معلوم في قلبي مرسوم حب الوفا حب بيدار ما ضاع عمري الحب مرسوم ما ضاع عمري الحب مرسوم كلوبي سايقها جلد حماوي سعودي 70 معلش يحق لي افتخر في وطني وفي دبايلي يا رب لك الحمد والشكر نعم افخر يا ولد افخر ابشر دي حرمنا شغل قدامك يا عمي انت جامي ومعرب وسعودي صحيح عليك والله زود اقولها انا والله صادق عليك والله زود يا ابو محمد اي والله اوه
الله ان كنا عسكر كنا نغني تذكر واحي 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 عاد فالشام مزيونه. الله يا سوزي والله لا فقع وجهه. ليالي عمي وصايا من هو؟ يا ولد اللي هونها ان لا قلطنا نقلط صدور الريجي ونعرض بين الجدود ونضرب بنعال ونرجع. ايوه ما قبر ابنا حقنا ما يروح. احنا ما نضرب، احنا لا قلطنا مع الريجين نقلط صدر. صح. ما نجي ونضرب بالحذيان واروح اتبكبك في سبيسات في تويتر يا رمه ماني بعنوتك. انا تجي رجال تبي تصير رجال اقرب منه تصير رجال، تعطيها وضعيه شنب وانت ما عندك سالفه، انت مهمسة ما عندك سالفه انت. ابو محمد انت قال عيال العجايز عجزن، عيال العجايز عجزن. ايه يعني دوبك تذهب للسبيسات وتبتسي. والله تجي هنا تنضرب بنعال مهم ميدي. يستاهل عليك به يا ابو محمد، عليك بكل مستحق. والله هذا طال عمرك اول ما جاء البرنامج هنا عطوه بنعال. استاهل احد قوم عرضها للكسر وانا اخوك. نعم والله العظيم اني سمعت له شيء اقسم بالله اني كف قطر السماء ولا يظهر. والله سلم لحيته للرجل يا ابو مرضي ما لا ينشد من حلق. اشهد والله اشهد. يا مرحبا يا ابو مرضي. يا مرحبا الله ما سلم.
نبي يا محمد يا اخو سنة مسعود يا مسعود ايش بلا مسعود يا اخو مسعود ملا بطن حسين شوربه البارح وعمى يا حسين يا ايش اسمك الواي اللي ذا فسقان والله احط على يمينك اقسم لك بالله يا كل شيء شوف لما جاك الرجال اللي خفيف نفس الشرواك يا ابو محمد هذا ابشر به بكل شيء يسلم عليك عبد الكريم الزهراني وقال جايك سر خالك عبد الكريم زهراني وش عنده يا خالي وش فيه قال سلم لي على بهاج وقل له والله ما اسكن سر خاله قلنا الفتاوى ان جاءت جده من خواله يا مرحبا عبد الكريم الزهراني دي وين هم الغدا وين راح منو شادي الغامدي عنده مستوى الحين وين هم ارجع اخوك اشتراك شادي عنده مستوى من دل يشبه دق المجيدي من دل والله تج علي الله يبقيك يا ابي حنان ما يحتاج ابو محمد والله انا ما فيهم كلهم والله اجعل قسمنا وقسمكم في الطيب من الرجال وقد علمتكم كل ليل وعلمكم كل ليل اطلب اطلب هاجي يقبلونك رجال ولكن معني ظن انكم بكره انا اللي كلمني بعد البث علمت له شيء خطير عليه ما يسرح عليه للرياض ارجع والله في مكانه متعينه مكانه منبطح حرام عليكم انه عندي ويخليه يقول هاكم مضى في البث يقول يا انه خبيث العرج انه والله انك يا قرب والله انك حرامي انا منو يا هلا اشرب اشرب حبيبي يا مرحبا يا هلا يا هلا بخير مرحبا يا سلطان مرحبا انا ابو مرضي يا مرحبا يلا حيه يا اخوي انت يا اخوي ايش بلاك انت ايش بلاك عسى ما دورنا لك لما دورنا لك وبغيرك معي هناك يا اخوي معليش تو جيت كنت انفذ حكم لكن انت عسى ما شاركوا في خاطرك شيء ابو مرضي لا والله لا والله لا يطلع عليك ولا على اللي بمثلك والله ولا حاجه فديت راسك ما بهاج امس بقول لك خاطرك شيء جاوني يا سلطان الله يخفي يلا جيب لك خوي بالله لا انا اصبر اكلم الرجال شاب اكلم الرجال اصبر اسلم ابو مرضي جاوني قالوا يقول بهاجم بخاطرك على سلطان وشبهها بينكم وقلت ما عليكم منهم لا ما شبه غير عماها يعني الدنيا افداك واللي مثلك ما يخطي ما طعم الله وعلي الطلاق بالثلاث يا من سب ابو مرضي انه طع على رقبته نعم محمد يا لهي تطولي ما حد يقدر يسب مرضي ما حد يقدر يسب من طولي يا لبيك ما تقدر اقول يا لبيك قبل انا قبل عرفك لا توال انت وذنيك الكبار بك انا بنكتفى اليوم جيب لك خوي من جيب لك خوي يا هاشم هلا ابو مرضي ايش اخبارك الله يعافيك ايش حالك سلطان بخير جعك الخير شلونك بهاج شلونك يا محمد طيب بهاج شلونك انت شلونك علموه قول ترى بهاج معطيك ميوت ما يتشرف يسمع صوتك اذا صار لك شرف ارسلي على اذنك مو مرضي تفضل يا مو مرضي اسمع الرجال ذا كنا البارح في جوله المهم اعطيت احكامه كذا يوم اعطيت قال اسمع هذه عند ابو مرضي ما هي عندي قلت وش ايش فيه ابو مرضي قال لا بس انه ابو مرضي ذا ايش اوه وفي الاخير قمت من النوم الا وراء الواية يطرق خلاص على غير على مين على مين كيف على مين انا غداش قوم هم انا اكتشفت ان اللي ما يقولون لنا شايف من بهاج نص البرنامج زلو انا برجع ارسل له اقول له خذوا حقكم يعني هاي حنانك هو لما جا صادقت عطل علم الوكاد مو بحق بشر صار لك شرف جاي بس الاستهبال والحديد والطيع بس دروسي السنه لما جاء ساعتها ببشر. ايوه كيف الحال سلطان كيف ايه اللي تسرح يا سلطان يا ابو مرضي اذا صار له الشرف ذاك الوقت يرسل لي ابو مرضي علشان خاطري انا علشان خاطري اقول جعلني في ده خاطرك يا شيخ تعال انت حالك وعلى خشمي علشان
ايوه طلع الشرف وبعدنا العب وكبه ما عليك انت اذا صرت لحالك ارسل لي على خشمي له الشرف له الشرف طرق اقعد لا لا اذا صار له يرسل لي اقعد علشان خاطري نحش مره بحن نحش من الكومنت عشان افداك اذا خلص ارسل لي هناك حركات هذا بقابل هذا الضحكة ضحكة كذي الحال هات شي بالله لولاك ما ظني على العود غنيت يجمل القصيدي وعد بالحب ومناي 97 في جولة ولا قد خلص من جولة أرحب سلم وابقى يا مرحبا ومسهلا علشان خاطري كتامتك شوف كيف أكتمك بدون ما أسوي لك ميوت شفت أدب أدب هذا المرجلة تكتم الرجال بدون ما تسوي لك ميوت خليه ينكتم هو يأشر إيه كاتمك وجود يكتمك يا مرحبا ومسهلا الله يبقيك علم بو مرضي الله طيب حالك كيف الأمور عساك طيب والله ماشي الحال نحمد الله ونشكر زود بالعافية الله يجعلك من زود في زود يا رب يا رجال لما هنا يجي عندي مستويات وحاجات هذا ما ارسل لك ولا انك مشغول ولا معالك ناس يا لا انشبتونا في هذا الرقاص الله يجعلني يا محمد مو مالك من هو فهد الرقاص يا دعان هنا يا ما نرمس وش بلا فهد ما اقدر ارسل ارسله قست ليه ما تقدر ترسله فهد الرقاص موجود هنا طالع لي انه موجود معنا في القست لا ما هو موجود والله حتى لو تغيرته ابهاج ما ابهاج نسائي الوجه ذا نسائي ابهاج مجف هلا اوكي اوكي يا ارسل استعين انا ما اقدر ارسل من سلطان يقدر سلطان اي واحد جيبه ترى خويك دقيقه خل اشوف جو مسعود شعب الفضيل يعقوب ابهاج ابهاج يا ولد صور نسوان يا ولد مجهر والله ما في احد عندي الصدق جعله مطر يا ابو مرض الله يحفظك جولي هوب هوب ما عندي احد ابو مرضي انا كلهم بنات والله ارسل ارسل ما عندنا مشكله ابو مرضي ما ترى مع بنات اطلع لا بالله اطلع عطنا اياها لكن بعضنا يصمها انا ابو مرضي يا اخويا ما لقيت احد يا درس يا رجال الله يحرك كبدك جيب لك اي احد العم معك ابو مرضي طلعت عند بهاج تعاني بهاج الله يشغلك وين ما صرت اصلا خم ارثم خم طلع ابقعد طلق لا يجيك والله يا رجال لو تصل ها والله لا يجيك والله وبيت بناه الله ايه انا طيب ايوه السلام عليكم السلام مرحب علي هلا يا سلطان هلا ابو مرضي هلا بالشيخ هلا يا بهاج يا هلا يا ابو محمد شلونك كملها ارحبوا جميعا شلونك يا علي عساك بخير خير جالك بخير يا بهاج علي الشيخ المعدل ارسلت لي ارسلت دخلت القصة وانا طالع يا الشيخ يا بعد قلبي سلطان ضفتك يا حبيبي انت فديت روحك يا الشيخ ضفتك وانت لاقي ان شاء الله ابد تم يا بعد مرضي عن اذنك يا الشيخ يا هلا موفق يا سلطان ارحم ملايين يا سلطي هلا اذا ان شاء الله عنك الميوت بهاج ارسل لي ها سلطان اذا قدرت تطلع وجهك زي رجال ارسل لي هلا يا علي يلا حي تلقطين وش السالفه يا جماعه لا داري على ما تشوف ايش حالك يا ابو بخير جالك بخير علومكم زينه اهلا شباب مرحبا الله حيهم الله يبقيك ايش حالك بشرك ارحب ويا رجال كيف الحال ارحب يا ريان يا هلا مرحبا علومكم بشرون عنكم طيبين جالك طيب هلا يشد يا دون هلا وسهلا علومك بهاج يا مرحبا ومسهلا يلا حيك ارحب علومك يا علي بخير جعلك بخير يا ريان ادوم ان شاء الله ابو مرضي ارحب اصدقائك ابو مرضي اجل والله ومسهلا اخبار يا ما عرفيش الحرب من كل والله صدق اسمع انكم